مرحبا. لبنان مقبل على كارثة حقيقية بشح المياه الصيفية، وبلشت تظهر آثارها بمختلف المناطق اللبنانية، وعلى المسؤولين تدارك الأمر، خصوصاً أنه بعد لحد اليوم ما في أي قرارات جدية من قبل المعنيين بالدولة لحل مشكلة الماء. وبدأت هالأزمة تتفاقم بمنطقة الهرمل، خصوصاً على صعيد الاستهلاك بالبيوت والري الزراعي، ومنطقة الهرمل تعتبر من المناطق الغنية بالمياه تاريخياً. أما الواقع الحالي فما ببشر بالخير، خصوصاً أن الماء بنهر العاصي انخفضت إلى أدنى مستوى، والمطلوب إعلان حالة طوارئ فعلية لمواجهة هالكارثة الطبيعية. بالعودة إلى طقسنا، أجواء صيفية مستقرة ورطبة مسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حرارة مرتفعة ورطوبة عالية، الهواء متوسط السرعة والبحر مائج شوي، وحرارة 129 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة، وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 24، على المرتفعات 20، بالبقاع 16، والأرز 14 درجة. وبنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية 28 ببين ورحب 28، طحوم 31 وبعبديت 29، الحمرة 31 والمختارة 30، عبرة 31 درجة، وبنت جبال 31، النبطية 28 ورشية 28، أما تعنايل ف 36 وبعلبك 36، الهرمل 31. الرطوبة بتتراوح بين 55 و85%، حرارة سطح الماء 29 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ لليلة 23 وبنهار 31، نهار الأحد بتتراوح بين 23 و31، وبتكمل على هالحال لنهار الاثنين. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. صنعاء 20، الرياض 38، والدوحة 40، الكويت 49، الجزائر 37، والرباط 23، باريس 28 درجة. هيدا كان كل شي. باي.